مليار دولار. بعدها بسنة أيضا في أبريل أعتقد 2012 زارت الجزائر، قبل ما تدخل قالت المليار و800 مليون العقد اللي ما زلتوا متردين توقيعه مع جنرال إلكتريك الأمريكية، وكانت هناك شركات كورية ويابانية في المنافسة أريدوا لجنرال إلكتريك، ولم تدخل الجزائر إلا بعد ما وقعوا على العقد نتاع مليار و800 مليون دولار، في حين كان العطاء الكوري الجنوبي افضل بكثير، وكان العطاء الياباني افضل. نحن لسنا ضد الصفقات اذا ما تمت في اطارها الاقتصادي التنافسي. نعم بالضبط، هذا هو. نعم يعني في اطار القانون، في اطار الدول كلها تتعامل بعدها. نعم نحن نحتاج الى هذا التكنولوجيا، لكن ان يصبح وزيرة الخارجية الامريكية تساوم بان لا تدخل الجزائر، ولا هو علاش باش ياخذ معها الصوره بوتفليقه انه مازال مقبول امريكيا، انه ما عندوش مشكل، ما يخافش من الثورات. هذه مشكله الصوره الواجهه، الصوره الواجهه. نعم. الواجهه لشرعنه الحكم الذي غير شرعي، غير شرعي، الى درجه انه يستقبل رؤساء بلديات فرنسيه، يعني رؤساء بلديات مثل بلديه مارسيليا، مثل بعض البلديات احيانا مره نانت، اربع ساعات ست ساعات يستقبلهم رئيس جمهوريه لبلديه فرنسيه. نعم. العقدة من الخوجة، العقدة من الجاوري، العقدة من الفرنساوي بشكل أساسي، ولكن عموما الخوف. ولذلك نعطيكم كل شيء. نعم. حافظونا على النظام يرحم والديك. نعم. نقطة مهمة جدا أود أن أطرح بشأنها سؤالا على السيد يحيى بنوار. سيد يحيى، مشكلة الشرعية الحكم، شرعية السلطة في الجزائر تدفع بالمسؤولين من أجل أن يبقوا في السلطة، من أجل أن يحظوا بنوع من الحماية الخارجية، لأنهم لا يملكون شرعية مع شعبهم ولا يملكون أي قبول داخلي، وبالتالي مستعدون لبيع كل البلاد من أجل شرعنة هذه السلطة من طرف قوى أجنبية. ما رأيك في هذا الطرح الذي أشار إليه السيد زيتوت وفيه كثير من الصح حسب الخبراء ومراقبين؟ هذا واقع، يعني منذ سنوات، وخاصة منذ 2011 والثورات في البلدان العربية، يعني أصبحت الجزائر تقريبا في الأعوام الأخيرة لقذافي، يعني من يقبل أن يأتي ويأخذ صورة مع بوتفليقة يأخذ حصته مباشرة أو عبر عقود أو عبر هذه الأنظمة التي تخاف من شعبها. نعم. وليس لها شرعية من شعبها، لا تبقى لها إلا الشرعية والحماية الأجنبية، ولكن هذا الأجانب يدافعون عن مصالحهم. الأجانب يروحوا ويجوا للجزائر والبلدان الضعيفة يأخذوا الأموال حتى يعطوها لشعبهم. وهذه البلدان وهذه الأنظمة الديكتاتورية يعني تبقى ضحية سهلة لهذه القوات. نعم. إذا كان بلد صغير ولكن عنده نظام شرعي قوي بشعبه فيستطيع أن يتصدى لهم، وإذا كان نظام ديكتاتوري وغير شرعي يصبح سهل لهذه القوات، ويجي ويديوا أموال الشعب، أموال الشعب الجزائري، احنا نتكلم عن الجزائر، ويعطوه لشعبهم حتى يعيش في ظروف أحسن. وهذا يعني حقهم، أنا لا أتكلم عنهم، يدافعوا على بلدانهم ويدافعوا على شعبهم. الجزائر أصبحت الآن هذا النظام، خاصة هذا النظام، هذا لم يكن في وقت بومدين، ولو ان كان ديكتاتوري، ولكن لا احد ياتي وياخذ بومدين اموال الشعب بالقوه. الان يجوا ياخذوا اموال الشعب بالقوه بالتهديد، اما تعطينا الاموال، اما توقع على الاتفاقيات وعلى كذا وعلى كذا، واما نقول انك غير شرعي ولا تحترم الديمقراطيه والانتخابات. شكرا جزيلا السيد يحيى بنوار، كنت معنا عن طريق خدمه سكايب من فرنسا، أشكرك. وأوجه السؤال للسيد الدكتور إسماعيل معراف. سي إسماعيل، لطالما اتهمت السلطة في الجزائر المعارضة وكل من يقول لا لهذا الفساد، لا لهذه السلطة، لا للعهدة الرابعة، لا للدكتاتورية والاستبداد، يقال له أنت مسير من طرف أيادي أجنبية. هل بقي الآن أن نقول بأن المعارضة غير السلطة؟ وأن السلطة هي التي مسيرة من طرف أيدي أجنبية؟ أعتقد أن الأمر واضح، لأن الآن لحظة التخبط النظام يعيش حالة من الطوارئ السياسية، ويقدم مسكيات لأوضاع موجعة جدا لمشاريع وأيضا سلطة النظام
انا امشي على خطى الاستاذين الفضيلين واقول بانه هذه الايام مثلا الكثير من رؤساء الدول الافريقيه وايضا بعضا من المسؤولين الى ذلك يهتفون عن الجزائر من اجل ان يقولوا هذا النظام للمعارضه والراي العام بان الجزائر بخير وان النظام سبورتي بها، بمعنى انه النظام الان لديه شرعيه ولديه مصداقيه الى غيره. ولكن شخصيا انا اعتقد ان الان حتى بالنسبه لباريس وواشنطن من خلال بعض من الدراسات الاستراتيجيه التي اقراها اصبحوا متضمنين من اداء هذا النظام رغم ولاؤه الى غيره، وهذا ايضا ما يعطي ضغطا اضافيا على هذا النظام الذي اصبح الان في لحظه من الارتباك وفي لحظه ايضا من التخبط، ويقال صراحه على انه على الاقل قبل الخطاب يطلعه الان في الجزائر الجزائريون بشكل عام اصبحوا الان ينظرون للرئيس ولكل المسؤولين كوابيس صراحة، رغم كل الشيء التي الآن ربما مكلف بها الأحزاب الموالاة التي أنا أعتقد أنهم حريم السلطة إلى ذلك، وأيضا بعض من المحللين وبعض من المثقفين والقنوات مشتغلين بها إلى ذلك، ومع ذلك أعتقد بأن هذا النظام ربما يقدم صورة للعمالة للغرب باستحقاق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل لمعراف الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا من الجزائر عن طريق الهاتف. أعود لك في آخر سؤال أستاذ محمد العربي، أيادي أجنبية دائما يتهم المعارض، يتهم حتى الإعلام هو داخل الجزائر ويتهم بأنه يسير بأيادي أجنبية، لكن نحن نعرف أن السلطة لو يعني تثبت على أن يعني مواطنا يسير بأيادي أجنبية لا تودعه إلى السجن، يعني كيف بهذه المعارضة تمشي وتصول وتجول دون أن تعاقب إذا كانت مسيرة من طرف أيادي أجنبية؟ لعل قبل قليل كانت تمر صور فيها القايد صالح في حلف الناتو ومعاه بجنبه شوية الإسرائيلي وبجنبه هما يقولوا أن الناتو كانوا يخوفوا الناس، الناتو يجيكم الناتو هاكم أصدقاء وأنتم جالسين معاه، تخوفوا الناس وتقولوا الثورات وقطر ومانيش عارف وتركيا، هاكم جالسين معاهم وتعطيهم في الملايير ورام يجيوكم. حق قطر عندها محمية قطر 50,000 هكتار، 50,000 هكتار يجوا يصطادوا فيها الأنواع الممنوعة، هما والسعوديين، السعوديين عندهم في منطقة بشار، قطريين عندهم في منطقة البيض، والإماراتيين لا أدري وين عندهم، عشرات الآلاف من الهكتارات يجوا يعبثوا كما يشاءون، يعني حضارة الجزائر والقانون يمنع ذلك. القانون يمنع ذلك، والجزائريين ممنوع لهم ذلك ومحروسين بالدرك، درك الجزائري عبيد للخليجيين اللي يجوا يصطادوا في الجزائر، والامريكيين والفرنسيين والبريطانيين والاسبان الكل ينهب والكل يعبث. انا اتحداهم دائما اقول لهم حاجه، نحن نتحداكم ان تثبتوا مره واحده للاحرار الذين يواجهونكم ويقاومونكم ولبعض الصحافه الحره ولبعض الاشراف في كل مكان ان لديهم اي علاقه مع الخارج، علاقه مشبوهه، بينما نحن نقدم لكم الدليل وراء الدليل انكم عملاء، أنكم خدام، أنكم تنهبون هذه الأموال، تنهبون هذا الشعب وتقدمونه لهذه الدول لتبقوا جاثمين على صدوركم، لما يخرجلكمش الملفات تاع المجازر، ما يخلفولكمش الملفات تاع المخطوفين، ما يخرجلكمش الملفات نتاع القتل، نتاع التعذيب، نتاع النهب، نتاع أنتم مرعوبين، أنتم تعلمون ذلك، باش ما تجيكمش الأمم المتحدة تحقق، وما يجيكمش مبعوثو الأمم المتحدة يحققوا أنتم مرعوبين، أنتم مرعوبين لأنكم أجرمتم حق الشعب الجزائري، تجرمون ما زلتم في حق الجزائر والشعب الجزائري، ثم تتهمون من يريد أن لا تذهب الجزائر إلى الجحيم، إلى الكارثة، إلى الانفجار. وربما ما خفي أعظم. ما خفي أعظم، وعندما ينهار هذا النظام وسينهار بإذن الله تكتشف الناس وتشيب الناس مما كان. شكرا جزيلا سيد محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد، كنت معنا في هذه الحلقة من الحدث. أشكركم أعزائي المشاهدين، نلقاكم مرة أخرى بحول الله.